السلام عليكم. اليوم نقف على زيارة نتاع وزير السكن والعمران السيد محمد طارق بالعريبي إلى الموقع نتاع الحي الجديد نتاع 13500 سكن، واللي يقع إذن في المدينة الجديدة تحت سيدي عبد الله، ويعتبر توسعة للمدينة في حد ذاتها، وإن شاء الله تكون الشبكة نتاع الطرقات يعني متجانسة مع المدينة بصفة عامة، ويكون فيه تصور عام للمدينة بصفة عامة بصفة عامة، وإن شاء الله تكون فيه يعني انتقال إلى نمط عمراني أكثر متلائم مع التركيبة الاجتماعية تاع الجزائرية، مع العائلة الجزائرية، ويناسب العائلة إذن والمتطلبات تاع العصر، يعني بتوفير كل المستلزمات الضرورية اللي هكذا مشاريع. إذن إن شاء الله تكون فيه تصور عام وفيجن جلوبال يعني للمدينة، باش نخلقوا مدينة، لازم نخلق المدينة، لازم ننتج مدينة بالمفهوم العصري، يعني نظام متكامل ومتجانس ومتناغم مع الإنسان. إذن خليكم تتابعوا الفيديو وعلى المدينة الجديدة هذه والحي الجديد في المدينة الجديدة تحت سيدي عبد الله بسعة 13500، يعتبر يعني أكبر حي سكني منذ الاستقلال، أكبر حي سكني ب 13500 مسكن، إذا مرة واحدة إن شاء الله يكون يعني يمثل نقلة نوعية في التصور لا كونسيبسيون تاع هذو لي سيتي. نخليكم تتابعوا، نكتفوا بهذا القدر، والسلام عليكم.